وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في العاصمة الرياض. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.